السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا هيثم كمال والفيديو ده هو الفيديو نمبر 4 في سلسلتنا English Pets. الفيديوهات كلها هتلاقيها تحت في الوصف عشان ما نكترش تاني في الفيديو. عايز أقول لك بس لو أنت عندك أي حاجة اكتبها لي تحت وأنا هجيبها لك. أي سؤال عندك اكتبه تحت وأنا هو لو السؤال ده يستحق إن احنا نعمل فيديو هعمل لك فيديو، لو ما يستحقش هجاوبك على طول مباشرة. لو أنت قلبت في الفيديوهات القديمة اللي على القناة هتلاقيني برد على كل أسئلة زمايلك وكل استفساراتهم. ولو عندك أي حاجة معينة في القواعد عايزني أشرحها لك اكتبها تحت وإن شاء الله هنغطيها بأمر الله سبحانه وتعالى. عايزك بس قبل ما تبدا الفيديو ده تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناه، وتعرف زمايلك على القناه، وتعالوا نبدا. لو انت عايز تسال واحد تقول له اوصف لي مصر، اوصف لي احمد، اوصف لي عمر، اوصف لي المدرسه، اوصف لي سيارتك الجديده، كلمه اوصف لي اوصف لي انت ممكن تقولها بطريقتين. الطريقه الاولانيه يا شباب انك تقولي وات از الشخص اللي انت عايز تعرف وصفه وبعدين لايك. عايزين نعرف وصف عمر ده فاقول لك وات از عمر لايك. طب عايز اقول لك اوصف لي احمد فاقول لك وات از احمد لايك. طب هو لازم الاشخاص؟ لا، اوصف لي مصر هقول لك وات از ايجيبت لايك. ده معناها صف لي مصر. دي واحده. الحاجه الثانيه بقى رقم 2 هنا، ركز معايا مع القلم الاول. الحاجه الثانيه في اللي هي نمبر 2، لو انا عايز اقول لك اوصف لي عمر برضو نفس القصه هقول لك وات داز عمر لوك لايك. اللي انا عايز افهمه لك خد بالك منه، كلمه لايك like هنا معناها مثل، تمام كده؟ هي كانك له يعني، فانت المفروض تقولي وات از عمر لايك. كلمه مثل دي مش فعل، واحنا لما نحب نجيب جمله في اللغه الانجليزيه لازم نجيب لها فعل، وكون الجمله ما فيهاش فعل فاحنا خدنا هنا مين؟ الفيرب تو بي. طيب كانك انت فاكر لما كنا بنقول مصر دوله عظيمه كنا بنقول ايجيبت از ا جريت كونتري، جبنا از ليه؟ لان الجمله ما فيهاش فعل، فاحنا لما ما يكونش معانا فعل في الجمله لازم نستخدم الفيرب تو بي كفعل اساسي. الجمله دي لما احب اقول لك اوصف لي عمر انت استخدمت كلمه لايك اللي معناها مثل، يعني الجمله ما فيهاش فعل فانت مضطر تستخدم از، تمام كده؟ انزل تحت هنا بقى، انت قلت لي وات داز عمر لوك لايك، كلمه لوك لايك دي يعني يشبه، يعني كده الجمله فيها فعل صح؟ وانت عارف كويس انك بتسال عن الفعل باستخدام الفيرب تو دو اللي هو دو او ايه او داز، وكونك بتسال على عمر فهتقول داز. يبقى انت لو عايز تسالني اوصف لي مصر هقول بالطريقتين، يلا نقول مع بعض، هنقول وات از ايجيبت لايك او وات داز ايجيبت لوك لايك. خدها ببالك كده وثبتها عندك، ان لما يكون معاك لايك خد معاه از، لما يكون معاك لوك لايك خد معاها داز. طيب لو انت عايز تقول لي الاستاذ كان عايز يعرف هو مصر شكلها ايه، او الاستاذ كان عايز يعرف وصف مصر ايه، فانت ممكن تستخدم الطريقه دي او الطريقه دي اللي هو مكتوبين بالاسود. بس خد بالك زي ما اكدت لك انك لما تستخدم لايك مفيش فعل فبالتالي ناخد از، عشان كده هتقول لي هي wanted تو نو وات عمر از لايك. انت خدت لي هنا از ليه؟ عشان بعدها لايك. طيب حاجه ثانيه، انت لما تقول لي هي wanted تو نو وات عمر لوكس لايك، لوك لايك ده فعل صح كده؟ عشان هنا معانا فعل فاحنا ضفنا له حتى في الاخر اس. اذا ده السؤال وده الغير مباشر بتاعه، ده السؤال وده الغير مباشر بتاعه. اتمنى قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه، وتعرف زمايلك على القناه، واكتب لي تحت اللي انت محتاجه. سهرنا من الليالي للصباح لا ننام، كم عراقيل انكسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم زرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علما.